الماك بوك برو الجديد بالكامل اخيرا وصل، واحنا معكم اليوم عشان نقدم لكم استعراض شامل لمزاياه الرائعه. السلام عليكم. جهاز ابل الجديد اقوى واسرع من الماضي بكثير، وفي نفس الوقت هذا الشيء ما منع مهندسي ابل انهم يقدمون جهاز انحف واخف من الماضي بفرق ملحوظ. من التطويرات المهمه الجديده الشاشه. الان الشاشه تقدم 67% سطوع اكثر من النسخه الماضيه، وبنفس الوقت عبر تقنيات جديدة تقدم 25% ألوان أكثر من السابق. الموضوع ما راح يقتصر على الاعتاد، لأن أبل شركة تحب الابتكار. كبداية عندنا منافذ مع تقنية USB-C Thunderbolt واللي بتمثل كل منافذ الجهاز الجديدة، وهذا جزء من مواكبة أبل للمقاييس الجديدة، بحيث التوجه الآن لتحويل كل الأجهزة لاستخدام أسلاك من نوع USB-C. واللي يميز منفذ USB-C Thunderbolt انه ممكن يستخدم لكل شيء، مثل توصيل شاشتين 5K في نفس الوقت او حتى شحن الجهاز بالكهرب. الشيء التالي اللي بنتحدث عنه هو الدخول بالبصمة. الان تقدر تفتح قفل الجهاز مباشرة ببصمتك ودون الحاجة لادخال كلمة المرور. اذا طلعنا على لوحة المفاتيح بنلقى انها من نفس النوع اللي شفناه في جهاز ماك بوك اللي صدر بداية السنة، وهي تقدم ازرار اكبر ومريحة واكثر ثباتا. حتى لوحة التتبع أصبحت أكبر بالضعف من المرة الماضية. تركنا لكم الأفضل للأخير، وهو شريط اللمس الجديد الموجود في أعلى الجهاز. اللي صاير الآن هو اختفاء أزرار الفونكشن المعتادة اللي تكون فوق، وبدل عنها صار معنا شريط لمس متغير يتأقلم حسب البرنامج أو التطبيق. مثلا في سفاري تقدر تتنقل بين التبويبات أو تسوي بحث أو كتابة اسم موقع مباشرة. أيضا أثناء الكتابة تقدر تتصفح ابتسامات الإيموجي مباشرة على شريط اللمس، وأثناء مشاهدة الفيديو تقدر تشوف الشريط يظهر لنا مؤشر الفيديو وتقدر تحركه بسهولة وبدون استخدام الفأرة. وتقدر من خلال الإعدادات الخاصة بالماك تعدل شريط اللمس بالشكل اللي تشوفه يناسبك. ومع كل هذه الإضافات والتطويرات الكبيرة، إلا أن الجهاز يقدم بطارية قوية تقدر تستمر معك 10 ساعات من العمل المتواصل. الآن بنترككم كالعادة مع ملخص لأهم مواصفات الجهاز. شاكرين لكم متابعتكم، يعطيكم العافية، ونراكم بإذن الله في فيديو قادم على قناة مكتبة جرير.